أخبار اليوم نشرة الأخبار. أهلا بكم. أبو مازن يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي. رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة لتقديم تقرير عن حريق العتبة. البرلمان العربي يدين حادث حلوان الإرهابي. غادر مطار القاهرة الدولية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بعد زيارة للقاهرة استغرقت يومين، التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي وعددا من المسؤولين لبحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. تناولت المباحثات آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، فيما أكد أبو مازن استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية في ظل انسداد الأفق السياسي. كما شدد أبو مازن على أهمية الإسراع بعقد مؤتمر دولي وتوفير آلية دولية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وفقا لإطار زمني محدد. تفقد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل حريق منطقة الرويع بالعتبة للاطمئنان على الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب كافة الجهات للتعامل مع هذا الحادث. من جانبه وجه اسماعيل بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم عدد من ممثلي الجهات المعنية لتقديم تقرير شامل عن الحادث وملابسات وقوعه، واستفسر عن الحالة الصحية لمصاب حادث الحريق. أعلن أحمد بن محمد الجروار رئيس البرلمان العربي إدانة البرلمان العربي للحادث الإرهابي الذي أودى بحياة 8 من أفراد الشرطة في حلوان. وأعرب الجروان في مؤتمر صحفي عقب اختتام أعمال الاجتماع الطارئ للجنة شؤون السياسة التابعة لتداعيات الأزمة السورية عن تعازيه لمصر في ضحايا حادث حلوان. وإلى نشرة الأحوال الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على سيناء، ويصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء خاصة على جنوب الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة. نهاية النشرة. دمتم في أمان الله.